السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم موجودين داخل محطة زيرو لخدمات السيارات، ومعانا أحد الشخصيات الناجحة في دولة الإمارات، معانا السيد محمد الخطري. أهلا بك سيد محمد. مرحبا. أمورك ازاي؟ الحمد لله تمام. سيد محمد، عمرك 24 عام، عندك كافيه، عندك محطة سيارات، عندك ستوري، يعني ما شاء الله أكثر مشروع. ممكن بقى تقول لنا إزاي كانت بداية نجاحك وإزاي انطلاقتك من البداية؟ كنت يعني في تخصص الميكانيك. حلو. ويعني كنت حاب يعني أن أكمل يعني في الميكانيك، خلاص يعني حبيت الشغل. اخترت الطريق ده وحبيت أن أكمل. يعني وصلنا لمرحلة أن خلاص يعني أن خلاص ميكانيك. المهم بس ما حالبنا الحظ يعني في وقتها، يعني حاولت امتحان العيس اكثر عن مره بس ما شي فايده، مو مره مرتين ثلاث. فخلاص قررت اني اتجه اني خلاص اتوظف في اي مؤسسه حكوميه. الحمد لله توظفت وقتها بحيث ان كملت سنتين في هالوظيفه، بس يعني للاسف بعد ما حالفني الحظ ما قدرت اكمل. ومنها يعني وقفت يعني قولي مال 6 شهور، عقب اتجهت لشركة فنية اللي هي أدنك. كانوا حاطين يعني نفس الدراسة 9 شهور، وفات 9 شهور يعني تأهلك إن كيف تتوظف في أدنك. تمام. ودرسنا 9 شهور الحمد لله، يعني من الدرجات زين في الميكانيك يعني كان بعد. وقتها كانت في أزمة يعني في التوظيف، وكان في 2015-16 يعني كانوا موقفين توظيف بشكل عام. تمينا السنة كاملة يعني ما بدون أي شغل أو أي شيء، بدون أي شيء. وقتها حتى يعني حتى المكافأة اللي كانوا ينزلونها وقت الدراسة بعد ما وقفوها. فهني وقتها خلاص اللي هي دفعتك اللي أنت تبتدي اللي أنت تعمل بيزنس خاص بيك. الحمد لله يعني توظفت وهذا، وفتحنا اول مشروع. ايوه كلمنا بقى، كان اول مشروع ايه؟ الكافيه كان. يعني كان ميولي للسيارات اكثر عن الاكل. أوه. بس يعني وقتها كان الباب المفتوح اللي هو شو؟ كافيه. والحمد لله يعني تيسرت الامور. واول فرع كان فتحناه في 2018. وافتتحنا المكان يعني، وكانت هذه اول خطوه. حلو. واستمرينا يعني في هذا المجال. المشروع الثاني بقى كان ايه؟ بس لا، المشروع الثاني بعد فود تراك اللي هو للكافيه، يعني فتحنا فرع من الكافيه. وكان الافتتاح بعد بحضور زينب العسكري. حلو. في مركز الثقافي في راس الخيمه. وعقبها يعني كم من شهر بعد فتحنا اللي هي محطه زيرو. جميل. اللي يعني كان الشيء الاساسي اللي هو شو؟ اللي هو ده اساسا اللي انت عايز تعمله من البدايه. ايوه. والحمد لله يعني وصلنا للكنة الأولى، يعني بس يعني حبيت أقول للجمهور إنه ما في شيء مستحيل. عندك إصرار واللي أنت قدرت اللي أنت تعمل أكتر من حاجة لغاية ما توصل فعلاً للهدف اللي أنت عايزه. طيب سيد محمد، بما إننا وقفنا عند المغسلة، قول لنا بقى إيه الخدمات اللي أنت بتقدمها هنا؟ في المغسلة عندنا يعني يوم خلاص هذه الهواية. إحنا شفنا في التقرير كان أكتر من خدمة، فكلمنا أكتر عنهم. يعني حصلت المحطة، حصلت الفرصة، يعني ما خليت أي شيء يخص السيارة. وفرت لهم من غسيل سيارات، من بخار، من واكس، من بولش، من سيراميك، من زيوت، من تنجيد، من مخفي، من جلاد البيبان، تقريبا كل شيء يخص السيارة موجود. نرجع بقى للكافيه، قول لنا الكافيه هنا بيقدم ايه وايه المنتجات اللي انتم بتقدموها في الكافيه؟ اصناف الكافيه عندنا من ناحيه الاصناف اللي هو البرجر، عندنا الباستا، عندنا السوشي،
عندنا المقبلات وعندنا الكوفي وعندنا السويتات. ما شاء الله منيو كبيرة. هي هو منيو يعني تقول كبير بس يعني الفئات فيها طيب تنحصر يعني بسيطة مش انها كثيرة. ونتميز أكثر شيء اللي هو السبيشال بيف والسبيشال تشيكن. يعني هذين البيست سيلر اكثر حاجه بيبقى عليها طلب. ايوه طيب سيد محمد ممكن تقول لنا ايه هي خططكم المستقبليه بما انك ما شاء الله عندك كل فتره بتحب تعمل مشروع جديد، قول لنا ناوي الفتره الجايه تعمل ايه؟ والله الحين من فتره سويت فود تراك جديد يعني، وان شاء الله يعني مخطط اني افتحه في دبي في ميناء راشد تحديدا، بيكون تقريبا عقب 5-6 أيام يعني بالافتتاح بيكون 15 فبراير. كويس، عندي حاجة معلومة حصرية كده عنك من خلال برنامجنا. أكيد. بتكون يعني لمدة شهر بس يعني إيفنت هذه مش إنه. إن شاء الله. طيب سيد محمد ممكن تقول لنا بالنسبة للمحطة إيه أكتر حاجة بتميزك عن باقي منافسينك؟ والله عندنا أشياء وايد تميز فيها في المحطة. زي؟ عندنا اللي هي استراحة النساء. عندنا استراحة الرجال وعندنا تبديل الآيون وعندنا يعني الخدمات هذه اللي تو ذكرناها. في نفس الوقت يعني عندنا كافيه في المحطة نفسها، فاللي بيجي ما بيحسش بالوقت يعني ياكل ويغسل سيارته والأمور طيبة. يعني عندنا بحدود يعني 15-20 عامل تقريبا حيث ان الشغل يكون أسرع، يعني نحاول قد ما نقدر ان نرضي الكستوم. طيب سيد محمد بما انك في بداية حياتك اتعرضت لمواقف كتير، فرص كتير راحت منك، بس برغم ده كان عندك اصرار على النجاح وانك في الاخر توصل للحاجة اللي انت بتحبها، ممكن توجه نصايح للشباب اللي هم يقدروا يعملوا ايه عشان يوصلوا للي انت وصلت له؟ والله من ناحية المخاطر هي المخاطر موجودة صحيح. يعني انا يعني في هذه الفترة يعني من ناحية الغرامات من ناحية هالامور يعني تخالفت، بس الواحد يعني ما يتعلم الا يوم يغلط، صح ولا لا؟ صح. فاذا الواحد غلط بيتعلم، اذا ما دخل في الغلطه هذه كيف بيتعلم؟ مش هيعرف حاجه. يعني كيف يعني الواحد يعني لازم يجرب. صح. اوكي جرب اليوم ما نجح جرب مره ثانيه، بس لا تجرب نفس الطريقه اللي جربتها فيها، اطلع جرب طريقه ثانيه. يعني تقدر باختصار الرسالة. طيب اكيد لكل اللي انت وصلت له والمشاريع اللي انت حققتها اكيد كان ليك حد داعم ورا ظهرك، ممكن تكلمنا مين هم شركائك في النجاح؟ والله يعني والدين يعني مع من ناحيه اهلي ما قصروا وياي، من ناحيه ربعي، من ناحيه زملائي في الدوام، من ناحيه الموظفين نفسهم، من ناحيه يعني الكاستمر والشيوخ طبعا يعني ما قصروا من ناحيه المؤسسات يعني يحاولون يسهلون الامور تكون الامور سلسه. احنا بنشكرك جدا سيد محمد وسعدنا جدا بلقائنا معك، يعطيك العافيه. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.